دلوقتي هنروح مع حضراتكم نشوف تقرير عن بطولة الجودو العربية واللي بتستمر منافساتها في مدينة العالمين الجديدة للعام الثاني على التوالي. مصر كالعادة بتحقق نجاحات مشرفة في هذه البطولة، وأبرزها طبعا تألق اللاعبة الشابة فاطمة جابر صاحبة 17 سنة، واللي قدرت ان هي تحصد المركز الأول في وزن 48 كيلو. تألق مصري كبير في بطولة الجودو العربية اللي بتقام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. التألق ده جسدته اللاعبة المصرية فاطمة جابر اللي بتلعب في المشروع القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، واللي بتمارس رياضة الجودو منذ نشأتها، ووصلت في سن 17 سنة وهي محققة عدد من الميداليات والبطولات، وكان آخرها تألقها في النزال ده لتحصل على الأول في ميزان 48. وطبعاً التألق ده بيأتي بدعم كبير من المشروع القومي للشباب اللي بيحظى باهتمام القيادة السياسية في تأهيل وتدريب المواهب الرياضية عشان يرفعوا اسم مصر في المحافل الدولية. هي البطولة العربية دي مش أول مرة، دي تاني مرة على التوالي تعمل في أحسن مستوى، وكمان الجو بيبقى مفهوش توتر كتير ستريس، لا بيبقى كله حلو يعني الحمد لله. احنا كمصريين وكلاعيبه مصريين جامدين قوي في الجودو صح؟ زي ما حضرتك شايف كل الاول النهارده ان شاء الله مصر. قولي لي ايه رايك في اجواء مدينه العالمين ومهرجان العالمين؟ هو زي ما قلت حضرتك الاجواء بما انها بتكون بحر وترفيه وكده فما بيبقاش فيه ستريس خالص على اللاعب، وده بيساعدنا طبعا ان احنا نأدي احسن في البطوله. كلميني عن المشروع الناشئين اللي انت فيه وايه اللي بيتم في المشروع وبداياتك مع الجودو كانت. انا بادئه جودو من وانا في 2012، طبعا مشروع قومي تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه، طبعا هو فعلا بيقف جنبنا جدا، بيدخلنا بطولات، طبعا مؤدين نفسيين قبل ما ندخل الماتش كانوا معانا موجودين، وكل حاجه بتبقى كويسه الحمد لله. تألقك وفوزك النهارده بتهدي لمين؟ طبعا لربنا، وتاني حاجه لاهلي وبابايا كابتن ناجي. فاطمه بقى لها معايا 4 سنين، نجحنا في فاطمه قبل كده ان احنا نجيب اول عربي السنه اللي فاتت، وكان برضو الفاينل مع الجزائريه. قبل كده فاطمة كسبانة 3 أفريقيا، فاطمة انضمت لفريق الصفوة تلعب مع أستاذنا الكبير كابتن حلمي حسين. المشروع القومي أصلا بدعم معالي الوزير أشرف صبحي، فريق كتير جدا وكل سنة بيزيد تألق أكتر، بقى مجموعة كبيرة قوي من الأبطال اللي موجودة في المنتخب مصر أساسيين من المشروع القومي. احنا شغالين على نفسنا في معسكرات دايما، كانت فاطمة لعبت شهرين كاملين مع كابتن حلمي حسين وكابتن أسامة عاشور وكابتن مجدي السعيدي، وكانت بتلعب في بطولة الجمهورية اللي فاتت، فلازم ترجع ترد عندي تاني. لما ردت عندي تاني ربنا كرمني بيها في البطولة الوحيدة، وكان ليا نصيب ان هي البنت الوحيدة اللي جابت في المنتخب كله بتاع المشروع القومي ذهب. استعدنا بطولة كان يعني في معسكرات وكده وعسكرنا وتعبنا صراحه في المعسكرات، فعشان كده ايه استعدينا بطوله العرب. بنروح نعمل احتكاكات مع نوادي وبنتمرن، بنعسكر بالمغلق، معسكر مغلق دايما، ومعانا معد نفسي. لعبت مع الكويت وهو اصلا كان في ميزان الكويت ماشي، وحصلت على المركز الاول. البطولة العربية للجودو للعام الثاني على التوالي بتحظى بتواجد كبير جدا للجنة التحكيم، بتضم عدد من الخبرات التحكيمية المحلية والعربية عشان يطبقوا قواعد لعبة الجودو على المتسابقين، وسط أجواء تنظيمية قدمتها ليهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان تسهل عملهم بالبطولة اللي أشادوا بتنظيمها وسط أجواء مدينة العالمين الجديدة الساحرة. بالنسبة لمشاركة لجنة الحكام عندنا، احنا الحمد لله علاقتنا طيبة جدا بلجنة الحكام العربية، وقدرنا ان احنا نظرا للمكانة بتاعت الحكام المصريين وامكانياتهم تم ترشيح عدد تمن من الحكام موجودين النهاردة من الدرجات اللي هي الدولي والدرجة الكونتيننتال. الحمد لله اغلبهم بينزل النهائيات يعني ادائهم متميز جدا، والجديد السنه دي برضو اللي عمله الاتحاد المصري بمناسبه وجوده البطوله على ارض العالمين ان استدعينا 3 حكام من الاتحاد الدولي، يعتبروا من افضل 3 حكام على مستوى العالم،
متواجدين مع الحكام المصريين، ويعني احتكاكنا بيهم برضو اضاف الكتير قوي لنا، ولاحظوا المستوى اللي موجود عندنا والمشاركه والتدرج العمري، لان احنا عندنا ناشئين لسه من الحكام في سن في لسه مطول العمر، وفي مجموعه ذات خبره برضو، فكان احتكاكنا بيهم يعني ادانا برضو يعني نوع جديد من الخبره يعني. والله لا شرف كبير اني نحضر مدينه العالمين، ودرنا تحكيم هنا بكل ارتياحيه، ونشكر السلطات المصرية ونشكر كل المسؤولين الحكام والمسؤولين على هذه المنافسة هذه، يعني استقبلونا أحسن استقبال بصفتنا كحكام، والحمد لله لقينا كل السهولة للتحكيم هنا. شكرا. دوك اللعبة واضحة والقانون واضح، لما يسقط واحد سقوط كامل على الظهر حيكون نقطة كاملة، أما يكون سقوط جانبي حيكون نصف نقطة يعني وزاري، ولا يكون سقوط كامل. أما العقوبات يعني يكونوا ثلاثة عقوبات، لما يكون هناك ثلاثة عقوبات يكون الإقصاء مباشرة، مش البارح، أول البارح والبارح والنهار ده، والله غير المنافسة كاين مستوى، ممكن أطفال صغار مصريين والله عندهم مستوى وعندهم مستقبل إن شاء الله، والمستوى كاين تنافس، كاين تنافس بين خاصة بين الكويتيين والمصريين. تتواصل بطولة الجودو العربية لحد يوم 27 من الشهر الجاري بمشاركة 10 دول بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، وسط أجواء تشجيعية وتنافسية كبيرة، وإتاحة الفرصة للتبادل الثقافي بين اللاعبين المشاركين من الدول العربية. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.